كل مشاهدي ام بي سي مصر، معنا الان الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، هنتعرف منه اكثر على تفاصيل خطه المجلس خلال الفتره المقبله استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020. اهلا بحضرتك معنا يا فندم، شرفتنا على شاشه ام بي سي مصر. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني نحب نعرف خطط المجلس خلال الفتره المقبله ونحن على اعتاب انتخابات مهمه برساله مهمه للاستقرار السياسي والاستقرار الديمقراطي في مصر، تحب حضرتك تقول لنا ايه في هذا الاطار؟ المجلس وفقا لقانونه وصلاحياته المستمدة من الدستور والقانون هيبدأ الفترة القادمة مجموعة من الأنشطة المهمة جدا. احنا بدأنا بالتعاون مع الهيئتين في عقد الندوة انتخابات مجلس الشيوخ. هتبقى الفعالية القادمة عن انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس النواب هيبقى عدد أكبر من الدوائر ومن المرشحين وهتحتاج تغطيات. الهدف من ده اننا نقدم لوسائل الإعلام وللإعلاميين كل التسهيلات الممكنة لأداء أعمالهم. المجلس هنبدأ نمارس دورنا، يعني الأول يمكن ورشة، ودي يمكن بقولها لأول مرة، هنبدأ في عملها. هنبدأ نناقش الأعمال الدرامية الرمضانية اللي كانت في رمضان اللي فات، وبعدين نحط مؤشرات ومعايير وإرشادات للأعمال الدرامية في رمضان القادم. ماذا يريد المشاهد العربي في المسلسلات القادمة ما يتعلق بالمسلسلات؟ يعني احنا شفنا مسلسل الاختيار اللي بيحفز روح البطولة والشجاعة، وشفنا الناس مقبلة ازاي، يعني هنشوف يعني ازاي يتم الاكثار من مثل هذه الاعمال. وانا اعتقد ان الناس اللي شغالة في الدراما دلوقتي عندها اكثر من مشروع لانتاج مسلسل على غرار الاختيار لرفع الروح المعنوية، مش للشباب، للشباب وللكبار وللصغيرين، لأن الناس في هذا الزمن بتدور على البطولة، البطولة بقت هي النموذج والقدوة. ليه يعني برضه عايزين نعرف آراء الناس في المسلسلات المتعلقة بالطفولة والأسرة والمرأة والأحوال اللي في البيوت، وهل بعض الصور السلبية اللي بتتقدم بتعبر بالفعل عما يدور في المجتمع ولا لا؟ دي طبعا احنا مش هنحط في الاخر قيود، ولكن دي كلها مناقشات استرشادية عشان نعرف نبض الناس ونبض القائمين بهذا العمل، ونقول لهم في توقيت مبكر ان الرأي العام المواطنين والجمهور في رمضان اللي جاي عايز منكم كذا وكذا وكذا، وانتوا بتشتغلوا وان شاء الله ما يبقاش في كورونا يعني، ويبقى في موسم كله سراء وكله حيويه، وترجع الناس لمشاهده التلفزيونات وترجع الليالي الدافئه اللي بنعيشها. فاحنا لازم في توقيت مبكر يعني نتكلم في الموضوع ونقول عندنا في الاجنده الحقيقه موضوعات كتيره بالشكل ده، هناخدها تدريجيا، يعني كل شهر يبقى عندنا قضيه هنناقشها. هنناقش الاكواد اللي عملها المجلس الاعلى للاعلام السابق برئاسة الأستاذنا الكبير ربنا يشفيه مكرم محمد أحمد، وعلى فكرة بذلت جهود كبيرة جدا ومتقدمة أكواد ونماذج في منتهى الاحترام، احنا هنفتحها وهنناقشها وهننطلق منها لضبط الإيقاع. وفي بعض المجالات الأخرى يعني هدفنا في الآخر أن إعلام يبقى إعلام قوي، إعلام يقدم احتياجات المشاهدين ويبقوا هو راضي عنهم وهم راضيين عنه وبيخدموه في الآخر، لأن الإعلام اللي ما بيخدمش المشاهد بيبقى ملوش قيمة. طب احنا يا فندم يعني بنبارك لحضرتك طبعا على هذا المنصب، واكيد هيبقى فيه تنسيق وتعاون كبير بين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وايضا الهيئات الاخرى، يعني حب حضرتك تقول لنا كيف سيتم هذا التنسيق وايضا كمان مع وزاره الاعلام؟ يعني مثلا نموذج التنسيق هنا في معهد التلفزيون للتدريب بالامكانيات اللي شفناها، فليه يعني معهد التلفزيون للاعلام ما يتلقاش الاقتراحات وهو يبقى الكوردينيتور او المنظم للورش وللمنتديات وللدورات التدريبيه؟ الناس عندها امكانيات، فهنا التكامل والتنسيق ما بيننا وما بينه بيقتضي ايه؟ زي الورشه اللي حصلت دي، احنا جمعنا الاقتراحات والمركز هو اللي بيقوم بالتنظيم والدعوات وكل شيء. دي تجربه هتتكرر في كل المرات القادمه، ان هذا المركز يبقى هو يتولى التدريب واقامه المنتديات للهيئه سواء للمجلس الاعلى للاعلام او للهيئات الاعلاميه، ونتعاون كلنا مع بعض، يعني نقدم اوراق العمل والمقترحات وبنقعد بنعمل اجتماع نحط الاجنده بتاع الورش القادمه وبننطلق. ده صور التعاون. عايز اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للمجلس له صلاحيات، والهيئة الوطنية للصحافة لها صلاحيات، والهيئة الوطنية للانتخابات لها صلاحيات، كل حد من دول له صلاحيات واردة في قانونه على سبيل الحصر، لكن في مساحات مشتركة
في مساحات مشتركة احنا بينا التلاتة، المساحات المشتركة دي احنا اللي بنتعاون فيها. الحمل تقيل جدا، واللي يقدر يشيل ويقدر يتعاون هو اللي هيبقى له النجاح والبقاء والاستمرار. ما فيش تنافس ولكن في تناغم وفي تنسيق. سألت حضرتك بالنسبة لعلاقتنا بوزارة الدولة للإعلام. وزارة الدولة للإعلام في قرار صدر من رئيس الوزراء بصلاحيات واختصاصات للوزارة، وإحنا بالعكس مدين إيدينا جدا إننا نتعاون عشان تكتمل المنظومة، خصوصا يعني أنا كنت برأس الهيئة الوطنية للصحافة قبل كده، أول من بادر بزيارة وزير الدولة للإعلام وتهنئته وتقديم التهنئة ليه، وإننا هنتعاون تعاون وثيق جدا جدا. والقانون محدد مسارات كل واحد بحيث إن ما يحصلش لا تداخل ولا نوع من التنافس على بتاع، لا كل واحد لصلاحياته ولاختصاصاته، ولنتعاون جميعا من أجل نهضة الإعلام وبنمد إيدينا. طب لو قلنا حضرتك خطط او يعني هتركز على ايه خلال الفتره المقبله، وبرضه مع الاستفاده مع من خبرات رئاسه المجلس السابق، يعني حاجه تحب تقول لنا ايه؟ احنا عندنا بالنسبه للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في المهام، يعني لو قدرت من حيث الاهميه ارتبها بثلاث حاجات. الشيء الاولاني من ضمن الاهم اعاده تاسيس النظام المالي والاداري داخل المجلس، بحيث ان هذا النظام المالي والاداري يكون مهيئ لاداء المهام اللي هيقوم بها في الفتره القادمه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني في لجان مهمه جدا في المجلس هيصدر بتشكيلها اجتماع او هيتم تشكيلها في اجتماع المجلس يوم الاربعاء القادم. كل اللجان 13 او 14 لجنه هيتم اعاده تشكيلها، زي لجان التراخيص ولجان الدراما ولجان الشكاوى، ومعمولة بأسس مؤسسية قوية جدا وهتمارس عملها فورا. يعني التراخيص مثلا على سبيل المثال احنا يعني هنعمل التراخيص هتبقى كلها اونلاين، يعني هنمنع التدخل البشري، ويعني عشان تبقى بطريقة محترمة، وهتبقى الموافقة عليها من مجلس إدارة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. الأمر الثالث ما يتعلق بقى بالمحتوى والمضمون اللي احنا شايفينه النهاردة، يعني هيبقى في خطة طول السنة حوالين القضايا والموضوعات والدورات والكلام اللي هتناولها طول العام. في أجزاء هتبقى متعاونين فيها ما بين مع الهيئات الزملاء في الهيئات الأخرى، وفي حاجات طبعا بتبقى بالنسبة للمجلس. فدي المسارات الثلاثة اللي هنمشي فيها في الفترة القادمة. وإحنا يعني حبينا نختم كلامنا برسالة للسادة الإعلاميين، تحبها تقول لهم إيه من خلال أم بي سي مصر؟ أقول لهم رقم واحد، يعني أننا يعني لا نجري وراء لا الأخبار الكاذبة ولا الشائعات. كل خبر لازم نوثقه، حتى لو لجأنا إلى وسائل السوشيال ميديا يبقى نوثق الأخبار. وأقول لهم إحنا زمان علمونا إن السبق الصحفي أو الإعلامي الكاذب انتحار مهني، ما نجريش وراء الأكاذيب، لأن اللي بينشر شائعة أو خبر كاذب كأنه يعلق في رقبته حبل مشنقة. احنا بنشكر حضرتك وشرفتنا على شاشة أمس. ألف شكر. يعني كان معنا لقاء خاص مع الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أطلعنا على مزيد من التفاصيل بخصوص خطة المجلس خلال الفترة المقبلة. بشكركم وإلى اللقاء.